اليوم الأول من تصفيات العالم العربي للعبة أرينا أوف فالور شهد تحديات غريبة ومباريات قوية. المباراة الأولى كانت بين في سلاش ضد ديزرت فليم إي سبورتس، وقدر ديزرت فليم إن هو يكسب فوزين سهلين على في سلاش، وبكده النتيجة تبقى 2-0. بيتحرك في سلاش بعدها للبراكت السفلي عشان فرصة تانية ليه. أما بالنسبة للمباراة التانية فكانت مش موجودة. ار تي جي كان بانتظار اللول اللي ما وصلش بسبب مشاكل تقنية عندهم، وبالتالي ار تي جي بيكون معاه 2-0 هو كمان، وبيتأهل للراوند التانية مع ديزرت فليم. أما اللول بينضم لصديقه في سلاش في البراكت السفلي. دي كانت أخبار اليوم الأول من تصفيات العالم العربي للعبة أرينا أوف فالور على مجموع جوائز $50,000، والفائز بالمركز الأول فيها هيسافر إلى فيتنام لحضور البطولة العالمية للعبة أرينا أوف فالور. استنونا في اليوم الثاني، كان معاكم زيكا ستار.